السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد في لقاء مع قناة العود USA TV. اليوم غادي نشارك معكم واحد الإشكالية، ألا وهي الاقتطاع ديال الضرائب. بحكم أنا كونتراكتور، يعني كنخدم بوحدي شركة صغيرة ترانسبور وداك الشيء، فالمجموع ديال الضرائب اللي خصموا لي أو اللي الدولية قرابة 10,000 دولار. شوفوا هنا، يعني كما كتشوفوا هاي الأرقام قدامكم بالضبط، يعني من اللي ما كتكونش خدام بالساعة مثلا مع شركة معينة كيعطيوك الشيك في الأسبوع، وفي أسبوعين كتقطع لك الضريبة، هذه في الخدمات يعني إلى آخر العادين. ولكن ملي كتكون خدام بوحدك كونتراكتور، يعني بحال اللي عندك مثلا رموك جوج ثلاثة أربعة شركة أو لا غير واحد، وكتعمل ليه خدام مع شركة أخرى، كتاخذ فلوسك كاملين كتاخذهم ياك، كيخلصوا كل شيء، ما كيقطعوا لك لا ضريبه لا والو، وفي الاخر العام عاد كيتحاسبوا معاك، يشوفوا شحال عندك المصاريف، شحال عندك هذه، شحال عندك الكريديات مثلا، وكيقطع كيقول لك خصك تقطع قده وقده تخلص. يعني فانا جاتني المجموع اكثر من 10,000 دولار، تما كتشوفوا 6 و3 وشي حاجه، وعاد كاين شي تخربيق اخر صغير، المهم 10 وصرف ما علينا. المهم دابا هادشي قطعوه، يعني داو الى اخره. واش مثلا يبقى فيك الحال، واش يبقى فيك الحال ان الدولك 5 10 15 20، كل واحد على حسب المدخول ديالو، واش يبقى فيك الحال، واش تقول كحلو عليا مثلا الى اخره. ملي كتشوف حتى تعيا ان ما دام انت دخلتي فلوس راه خصك تخلص ضريبه، والضريبه ملي تخلصها هنا ما كيبقاش فيك الحال. علاش؟ لان الرئيس ماشي هو اللي كيديها وكيوكل الكلاب ديالو ولا العائلته ولا يشري بها يخت عنده الديريكسيون ديال الذهب ولا ما نعرف، كما هي في غالبيه بلادنا العربيه المشؤومة، حيث الثروات تنهب والخيرات تباع إلى الخارج. عندنا بحر أبيض متوسط ومحيط أطلسي غارق بالسمك بأنواعه كلها، ولكن الحكومة والمهلك والرباعة ديالو باعوا داكشي لأوروبا، ولحد الآن دابا هما بداو كيستوردوا السمك من البر، صدقوا أو لا تصدقوا. المغرب عنده جوج البحور وهو كيستورد السمك من البر، هذا شيء لا يقبله العقل. هنا ملي كتخلص الضريبة كتشوفها في الواقع تحت رجليك، كتمشي فوقها بالطوموبيله ديالك، بالشاحنه ديالك وما الى ذلك. اماكن الترفيه، الحدائق، الباركات وما الى ذلك، متوفر فيهم الماء، متوفر فيهم الامن، متوفر فيهم الراحه، هادشي كامل غنوري لكم مع المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني ما كيبقاش فيك الحال الى قطعوا لك او لدوا لك، فراه ماشي الرئيس اللي كيديها او الرباعه ديالو الزبانيه كيمشيو يقمروا بها ويقصروا مع البنات والعيالات، وانما هذاك الشيء من المصاريف ديالهم الخاصه وماشي شغلنا فيهم. لكن الكارثه في بلادنا العظمى الضرائب اللي كنأديوها هناك انك يدفعوا بها الديون اللي خذوها من البنوك الخارجيه، وديك الديون اللي خذوها ولا الكريديات على اساس باش يديروا بنيه تحتيه ويديروا مشاريع اقتصاديه وما الى ذلك، لكن الحقيقه انهم كيشدوا ديك الفلوس وكيقسموها بيناتهم وكيعاودوا يخرجوها للبنوك ديالهم لبرا، وهذا الشيء بالعلم ديال ديك البنوك ديال البرا. موظفين كبار صرحوا بهذه المسائل، هذه ان المهلكه المغربيه كدير هذه المسائل والعصابه ديالها كيقوموا بهذه الجرائم في حق الشعب. فعلى اين باش ما نطولش بكم، يلا بينا نشوفوا البنيه التحتيه عند النزل. على اين كان خصني نجلس هنا ونهضر ونعمل لكم الفيديوهات وتشوفوا، ولكن المشكله كاينه موسيقى، كاينه موسيقى. دابا هاد المكان اللي كتشوفوا فيه هو عباره على حديقه عامه او بارك صغير، وهنا كاين المدخل ديال المول، يعني مركز التسوق من اجمل الاماكن في نورثن فيرجينيا. فكما كتشوفوا الناس جالسه، الرفاه الى اخره. شو ديك العافيه اللي شاعله ذكرى بالغاز، هذيك العافيه اللي شفتوها، وغادي نتعاود تشوف هذا المدخل ديال المول على اين، فهمتي؟ يعني تصور انت ملي يكون البرد والسمره ولا الثلج يمكن لك تجي هنا وتشعل الغاز وتجلس فوق كراسه ديال الجلد. هذوك اللي كتشوفوهم راهم كراسه ديال الجلد، والناس راهم مشعلين الغاز وكيسخنوا. التدفئه فابور، يعني هذيك الضريبه ملي كتدفع انت ما كيبقاش فيك الحال. ها انت شوف البنيه التحتيه، شوف الطرق السياره، هنا راه كاينه اللي بالخلاص واللي بلا خلاص، بغيتي الاكسبريس خلص، بغيتي العاديه، وهي في نفس الخط بيناتهم غير حواجز معينه. يعني هذه اللي كتشوفها دائما الناس اللي ماشيين تما راه ماشيين فابور، فهمتي؟ كاين بيناتهم المهم شي حاجه اخرى ما كتبانش مزيان، بالخلاص الا بغيتي، ما بغيتيش ما تخلصش، شرا الناس ماشيين اصلا، يعني ما كاين حتى مشكل. شوفوا البنيه التحتيه، شوفوا الهندسه، يعني الصور تتكلم بدون شرح بدون تعبير.
هذيك راه القنطره ديال الميترو اللي كيجي من واشنطن ويمشي لدالاس ايروبور اللي هو المطار الدولي اللي هنا في منطقه فيرجينيا ولكن محسوب على واشنطن دي سي. شوف يعني بلا ما نهضر بلا ما نهضر، انتما شوف يعني خلص ضريبتك وخرج تمتع بها في نفس الوقت، ماشي تخلصها وفين مشات الله اعلم، داها ما نعرف الوزاره او الامراء او لا. يعني حنا عندنا الاميره حامله باقا ما ولداتش، كيشوفوا شنو عندها واش ولد ولا بنت، كيسميو يفتحوا لي حساب في البنكه وكتبدا ملاين كتدخل الحساب ديالو، هو اصلا باقي ما زواش، باقي ما خرجش من كرش امه والاموال كدك في داك الحساب البنكي ديالو. شوف انت ملي كتادي الضرائب ديالك ها شنو الدوله شنو كتبني لك بها، كتبني لك بها مشاريع، مؤسسات، اماكن ترفيه. انا راه في الطابق السابع دابا في السماء، هذا كامل باركينغ ديال السيارات وفابور هذاك الباركينغ. انت ملي كتجي لمركز التسوق باش تفجج تشري او غير تسارى كتوقف الطوموبيله ديالك تما، السياره الى اخره، فابور. دابا انا في الطابق السابع كامل باركينغ، هذاك الشيء علاش كنبان عليه. شوفوا المترو راه هو داير معلق في السماء الى اخره، ركب. تصوروا هذا المترو، هذا اغلبيه ديالو غادي ماشي خاوي ماشي خاوي، كتلقى مره مره راكبين في الفاكو فيه شي 6 7 الناس وما كاين تما شي 30 كرسي يعني. كل شيء خالص، الطاقه ديالو خالصه، الضوء خالص، ما نعرف الى اخره، هذا الشيء كامل الدوله كتقوم به. ايامات كوفيد مثلا شحال من شهر المتروات خدامين، و يعني بما فيهم الباصات يعني الطوبيسات وكذلك المترو، فابور الشافر مخلصين، كل شيء مخلص، اجي ركب فابور، ما كاينش اللي يقول لك شحال في الساعه ولا فين غادي. يعني دابا ملي كيقطعوا لك الضريبه واش غيبقى فيك الحال؟ ما يبقاش فيك الحال. شوفوا البنيه التحتيه عند الناس كيفاش دايره، يعني شاهدوا بعينيكم. شوف انا ما كنقولش خص المغرب يكون هكا، لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاشا لله. انا ما كنقول لكمش بلادنا خصها تولي هكا، راه ما يمكنش تولي هكا من السابع المستحيلات. علاش؟ شفت مدريد، بروكسل، لندن، بريطانيا، بلجيكا، راه ما عندهمش هذا الشيء هذا، راه الاوروبيين اصلا وما عندهمش هذه البنيه التحتيه اللي كتشوفوا يعني. هاد الناس هادو راه عمالقه مشاو بعيد، الناس خدامه. واش في اخباركم هنا راه في امريكا حنا في شهر 9، في شهر 9 كنكونوا كملنا المقدار العمل اللي كيقوموا به الاوروبيين. بمعنى اش؟ يعني حنا في شهر 9 كنكونوا كملنا عام الخدمه عن الاوروبيين، لانهم كيجلسوا السبت والحد وسوايع معينه للخدمه. اما حنا هنا المجموع داك الشيء اللي كيضربوا الاوروبي في عام كنضربوا حنا في 9 اشهر، بمعنى حنا العام ديالنا في 12 13 14 15، يعني العام ديالنا السنه ديالنا العمل فيها 15 شهر، يعني كنخدموا 3 شهور زايده على الاوروبيين. وهذا الشيء علاش كتشوفوا الناس هنا يعني واصله في التقدم المدني، كنعليكم التقدم المدني، ما كنعليوش على الحياه والطريقه اللي كيعيشوها بين الناس، يعني هذيك موضوع اخر. يعني الناس هنا فايتين الاوروبيين ب 3 شهور ديال الخدمه، وهذا علاش منتصرين للعالم فاش ما جيتيهم. انتصارات ساحقه، والى اللقاء في حلقه قادمه.